الأرض تخرج عجائبها. أعظم هيكل عظمي تم اكتشافه حتى الآن. أهلا وسهلا بكم. كل يوم يعثر الباحثون الجيولوجيون على أشياء جديدة مخبأة في باطن الأرض، فيعثرون على أشياء ذات قيمة مر عليها مئات أو آلاف بل ملايين السنين، فيكتشفونها ويخرجونها من باطن الأرض لتكون عبرة لنا ونتعلم منها أيضا. فما هي يا ترى هذه الاكتشافات الغامضة والسرية التي يعثرون عليها؟ هيا بنا نتعرف على بعض منها. هيكل عظمي لتنين في الصين. تم العثور على هيكل لتنين في مدينة صينية. هذا الهيكل أثار ضجة كبيرة في المجتمع الصيني، حيث يبلغ طول هذا الهيكل 15 متراً. التنين يعد جزءا من الثقافة الصينية، فهم يمثلونه في ثقافتهم بحيوان ضخم غير مجنح يخرج النار من فمه ويطير في الجو. ولكن حتى الآن لم توجد معلومات هل هذا التنين أصلي أم أنه شيء مزيف مصنع من هياكل حيوانات أخرى. ثعبان في المحيط. منذ فترة هذا الأمر أثار ضجة وسط عدة مجتمعات، وتساءلوا هل هذا حقا تنين أم ثعبان؟ فلقد اكتشفوا صورته في خرائط جوجل، ويبدو وكأنه هيكل عظمي لتنين كبير، ولكن في الحقيقة هذا عمل فني مصنوع من الألومنيوم على شكل ثعبان، ويبدو وكأنه هيكل عظمي لتنين بسبب طريقة تثبيته في المحيط. هذا العمل الفني موجود في فرنسا. هذا العمل الفني يبلغ طوله 400 قدم، وتم صنعه على شاطئ البحر، وله هدف نبيل وهو الحفاظ على البيئة من توغل البشر فيها، والتنبيه على أن ما يقوم به البشر هو تدمير لكل ما هو طبيعي وجميل. هيكل عظمي لتنين في صحراء إنجلترا. لا يوجد أحد زار شاطئ شارموث في إنجلترا إلا وتفاجأ بالجمجمة العملاقة لتنين وهي ملقاة على الشاطئ. هذه الجمجمة يبلغ طولها 12 متراً وارتفاعها حوالي 3 أمتار. هذه الجمجمة العملاقة هي أحد وسائل الترويج لسلسلة أفلام Game of Thrones في موسمه الثالث. هذه الجمجمة تم صنعها من قبل 3 نحاتين مهارة جداً، واستغرقت 2 شهر كاملين لتصبح هكذا. تم نقل هذه الجمجمة من مكانها إلى هذا الشاطئ لأن هذا الشاطئ معروف بحفرياته، لذلك تفاجأ السياح والزوار عندما ذهبوا لهذا الشاطئ ووجدوا هذه الجمجمة الضخمة. هيكل عظمي كبير في قاع البحر. عندما تم اكتشاف هذا الهيكل أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. يقول مستخدمو هذه المواقع إن الهيكل يبدو وكأنه هيكل ديناصور ضخم، حتى أن بعضهم يقول إن هذه العظام المتبقية هي بقايا من تايلرز أوريوس، ويظن البعض أنه ديناصور غرق في الماضي، ويقال أيضا إنه هيكل لثعابين أو حيتان البحر. هذا الهيكل تم اكتشافه بواسطة غواص يعمل في صناعة النفط والغاز ويدعى ديبورا هاردويل في عام 2017. تمت محاولة استخراج هذا الهيكل بواسطة روبوت، ولكن للأسف تحطم عندما حاول مسكه. هيكل عظمي لحوت في تايلاند. وجد الباحثون هذا الهيكل العظمي للحوت في تايلاند. هذا الهيكل الضخم
اكتشفه ونقب عنه مجموعة من الباحثين البريطانيين، حيث اكتشفوه لأول مرة في عام 1918. هذا الهيكل يعد ثروة قومية ضخمة، فهو كنز من الكنوز المدفونة. هذا الهيكل يبلغ طوله أكثر من 12 متراً وارتفاعه حوالي 3 أمتار. وجد الباحثون عدداً من الزعانف وكذلك بقايا أسنان. هذا الحوت الموجود في تايلاند يوجد في محمية طبيعية، حيث يقدر عمره بأكثر من 5000 سنة مضت. هيكل عظمي غامض في نيوزيلندا. وجد هذا الهيكل الغامض على أحد شواطئ نيوزيلندا، فهو عبارة عن عمود فقري يبلغ طوله 3 أمتار، وله رأس أو جمجمة شكلها غريب. عثرت عليه امرأة تدعى ماريا، وكانت تظنه هيكلاً لتنين، فأرسلته إلى المتحف القومي في نيوزيلندا. ولكن بعدما قام المتحف بأبحاثه، قالوا إنه لحيوان بحري منقرض، فهو ليس تنيناً أو كائناً برياً، بل هو كائن بحري غريب الشكل، غير معروف لدينا. عظام ضخمة لديناصور. منذ وقت طويل مضى، وجدت مجموعة من الباحثين نصف ديناصور، وهو النصف السفلي، وجدوه في جنوب غرب فرنسا. تم اكتشاف الديناصور في عام 2010، ووجدوا أن عظم الفخذ يبلغ 2 متر. هذه الفخاذ يعتقد أنها لديناصورات سوروبودا، فقد كانت ديناصورات ذات عظام وذيول طويلة نوعاً ما، ويعتقد أن هذا النوع كان نباتياً ويأكل النبات والأعشاب فقط. وترجع هذه العظام إلى أكثر من 140 مليون عام. إنسان فلوريس. هذا النوع من البشر قد انقرض، فقد وجدوه في إندونيسيا، وكان يعيش مع حيوان الكومودو، ولكن اختفى هذا النوع تماماً. هذا النوع لديه قامة قصيرة، فقد كان يبلغ طوله 120 سنتيمتراً فقط، ورأسه صغيرة بعض الشيء. ويعرف هذا النوع من البشر باسم هومو أو هيبيتاتا. حفرية النعام. هذه الحفرية تم اكتشافها في مدغشقر، وهي تعود لأحد هياكل النعام الضخمة والتي انقرضت منذ آلاف السنين. يعتقد أن هذا النوع كان ضخماً جداً وأكبر من النعام الموجود الآن. كان يصل وزن الواحدة منه إلى 400 كيلوغرام، وكان يتميز بقوته وكبر حجمه، فهيكله يشبه هياكل الديناصورات. وكان هذا النوع من النعام يتغذى على الأشجار والنباتات والحشرات أيضاً.